السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء المتجدد والمقدم من مركز للجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية بجدة، وعضو اللجنة الوطنية لرواد الأعمال، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للي يا شباب، أنا الصوت عندي ما هو طالع أبداً. نعتذر، أتوقع في خلل عند أستاذ تركي، بس يحضر معانا الآن ونرجع مرة ثانية إن شاء الله. طيب، ممتاز. نقفل الكاميرا والصوت ولا زي ما احنا خلينا؟ يستحسن نقفل الكاميرا الى ما تمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ونعتذر عن هذا الخطأ التقني. خلوني أرحب بداية بضيوفي باسمي وباسم جميع منسوبين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. بداية أرحب بضيفي الأستاذ فارس بن هاني التركي، بكالوريوس في الهندسة الصناعية وماجستير في إدارة الأعمال، خبرة 10 سنوات في القطاع الصحي، وكاتب اقتصادي في صحيفة مكة، ورائد أعمال ومؤسس العديد من الشركات التجارية الناشئة ومنها فطور فارس ومقهى قطرات وحركة للترفيه وصبار للتوظيف، وهو الرئيس السابق للجنة شباب الأعمال في غرفة تجارية بجدة، وعضو للجنة الوطنية لرواد الأعمال، وأيضا هو عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للياقة. بداية أهلا فيك أستاذ فارس، شكرا لتواجدك معنا وشكرا لتلبية الدعوة. الله يسعدك، شكرا لك ولك شرف لي، وإن شاء الله يكون لقاء جميل ومفيد بإذن الله يا رب. وأيضا خليني أرحب بضيفي الثاني الأستاذ منصور بن عبد الوهاب قاضي، بكالوريوس في المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وخبرة في مجال المالية والاستثمارات من عام 2007 إلى عام 2015، وهو الشريك والرئيس التنفيذي لشركة FMC المالكة لسكشن بي برجر ولوكل برجر وباكو الآسيوي والجنوب الأمريكي ودوتس دونت، وأيضا كاب قهوة مختصة وسيركا مطعم متخصص بالفطور إن شاء الله سيارة النور قريبا. حياك الله أستاذ منصور وشكرا لتواجدك معنا اليوم. بيك بيك، شكرا جزيلا استضافة. الله يسلمك، الشكر موصول لك. بداية خليني أبدأ معك أستاذ فارس، خلينا نتكلم عن مطعم أو سلسلة مطاعم فطور فارس، حدثنا عن فكرة هذا المشروع وأيضا كيف قدرت أنك تطبق هذا المشروع على أرض الواقع. يا هلا والله، كيف حالكم أول شيء؟ كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك علينا وعليكم. والله يا أخي شوف، يمكن فطور فارس من المشاريع اللي كانت كذا جات صدفة وجات بتفاعل الناس. يعني كنت أنا أحب أغرد عن الفطور كل يوم أيام هبة السوشيال ميديا في تويتر في الفيسبوك، وبعدين الناس صارت تتفاعل معايا وتحط فطورها، وكل يوم كذا ايش في فطور جديد. وبحكم انا اني دارس هندسه صناعيه فانا اعرف اسوي دراسات جدوى بشكل مبسط، ودرسنا الموضوع اكتشفنا انه محلات الفطور في السعوديه غير مخدومه بشكل كويس، اما محلات شعبيه اكلها كويس او فنادق فخمه وصعب انك تروح كل يوم، في جاب كان. فنحن حبينا نغطي هذا الجاب وندخل في هذا المجال، كنا يعني نعتبره بلو اوشن لانه الناس كلها كانت تتقاتل على الغداء وعلى العشاء والفطور ما حد داري عنه وناسيه. فدخلنا في سيجمنت جديده وفي مجال كان يعني ما حد بيستثمر فيه بشكل كويس، والحمد لله يعني كانت الفكره كويسه وفكره جديده، وحبينا نجمع كل انواع الفطور في مكان واحد لان ما بنقدم غدا وعشاء، فهو فطور خلاص نحط كل انواع الفطور الغربي والشعبي. فكان بالنسبه للناس يعني مكان او ملتقى جميل انه اذا ما تعرف فين تفطر ولا تحب الفطور تروح هذا المكان تلاقي فيه كل الاشياء اللي انت تحبها. طبعا انا ما عندي خبره في رياده الاعمال او في التجاره، انا ماني من العائله التجاريه اصلا، يعني ابويا عسكري وامي دكتوره بالجامعه، بس انه مع الحماس حماس الشباب ودعم الناس وتشجيعهم دخلت في الموضوع بدون ما يعني بدون ما يكون عندي تصور دقيق للموضوع. يعني اوكي خلاص انا اعرف كيف اتعامل مع اجيب موظفين، اعرف كيف انزل منتج جديد، اعرف كيف اسوق، اعرف في موضوع المشتريات، كل هذه الاشياء كنا يعني في اي منظمه سواء انك اشتغلت في البنك 10 سنوات زي ما انت ذكرت او في اي شركه مؤسساتيه فيها انظمه كويسه حتتعلم هذه الاشياء كلها، ولكن انه انت تطبقها بنفسك انه انت تدير هذه المنظومه كامله ما كان في خبره يعني حقيقيه، ولكن توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الإصرار والحماس على النجاح. فعشان كده أتوقع من أكبر المميزات اللي لازم تكون تكون موجودة في رائد الأعمال إنه يكون عنده إصرار مرة عالي للنجاح وكده رغبة شديدة في تحقيق ذاته. فتصور إنه هذا الشيء ساعدنا مرة كثير، والحمد لله يعني إحنا اليوم موجودين في جدة والرياض ومكة وإن شاء الله نتوسع كمان. جميل، يعني احنا شفنا زي ما تفضلت الفكره انطلقت من افتقار موجود اليوم في السوق، وهل هو كان جاء من شغف؟ يعني كثير اليوم نشوف من رواد ورائدات الاعمال يقول لك انا والله عندي شغف في مجال معين، هل هو الشغف هو السلسله المفقوده عند رائد الاعمال ليحقق النجاحات؟
شوف الشغف مهم، ولكن الأهم من الشغف إنه يكون المشروع حقك أو المنتج حقك فعلاً له حاجة وحل مشكلة موجودة بيعانوا منها الناس. يعني مثلاً أوبر، الناس تشتكي إنه أسعار التكاسي غالية، فجاء حل مشكلة موجودة والناس تبغاها. نحن في غرفة فارس في مشكلة، في ناس عندها نقص فطور، يعني تبغى تروح تفطر ما يقدر يأخذ عيلته ويأخذ زوجته ويأخذ أمه ولا أخته يروح يفطر في محل، زي ما قلت لك كانت إما مطاعم شعبية أو مطاعم أو فنادق، يعني ما في أوبشنز حقيقية. فكان في مشكلة مهما كان كبرها أو صغرها أنت تجد لها حل، لأنه من أكبر أسباب فشل المشاريع الأوفر أوبتيمستيك، التفاؤل الزايد، إنك أنت تجيك فكرة وتحس إنه هذه الفكرة هتكسر الدنيا. طب هل هذه الفكرة فعلا بتحل مشكلة موجودة ولا لا؟ فهذا أهم شيء. بعد كده يجي الشغف، الشغف ضروري ما أقول لك. يعني أنا دائما لما أتكلم عن الفطور، لما أعرض الفطور، لما يعني يبان الشغف، يعني لما في إدارتي في حساباتي في السوشيال ميديا الناس يروا هذا الشيء، يعني كيف الراجل ده يعني عاشق فعل الفطور، يعني ويروح يسافر يدور مطاعم فطور. فالمسألة مو بس أنت عندك مطعم ولا عندك مشروع، الشغف ده الناس تحسه ترى. يعني جميل، يعني زي ما تفضلت الأهم من الشغف هو أنك تجد وين الخلل اللي موجود وتستثمر فيه. لا جميل جدا. طيب قبل لا أنتقل لك سادة منصور، بس حاب أني أذكر السادة المشاهدين أنه بإذن الله في آخر ثلث ساعة من هذا اللقاء اللي راح يمتد إلى الساعة الواحدة، في تمام الساعة 12:40 راح ننتقل إلى فقرة الأسئلة والأجوبة. بإذن الله أطرحوا أسئلتكم على نفس رابط التغريدة اللي موجود في مركز دعم المنشآت SSC_MUH وبإذن الله راح نستعرض الأسئلة مع ضيوفنا مع بعض. أستاذ منصور، اليوم نرى الكثير من المشاريع اللي أنت أسستها ما شاء الله، لكن خلينا نتكلم عن مشروع سكشن بي. مثل هذا المشروع اللي انتشر انتشار ما شاء الله تبارك الله مبهر ونجاح جدا كبير، كيف جتك فكرة هذا المشروع وكيف قدرت أنك تطبق هذه الفكرة على أرض الواقع اللي تشكل هذا النجاح الكبير؟ حقيقة السلام عليكم أول شيء. فكرة المطعم هي موجودة عندي يمكن من 2002-2003، يعني رغبة أني أفتح مطعم هي موجودة، لكن كان دائما السؤال إيش مجال المطعم، إيش نوع المطعم اللي تفتحه. فخلصنا جامعة واشتغلنا والفكرة ما زالت موجودة. في عام 2012 بدأت أفكر أنه ممكن نخلي الفكرة هذه نشوفها على أرض الواقع، أنه نبدأ نشتغل، سواء نبحث في السوق، سواء نعمل دراسات جدوى، أو نشوف إيش الموجات اليوم في السوق، إيش اليوم أي خيار تفتح في المطاعم. كانت أهمية بداية هبة وموضة المطاعم البرجر في البداية، فقلنا ليش لا نشوف إيش الموجود، نشوف إيش العرض الموجود في السوق، نشوف إيش الخلل أو الجاب أو الفراغ اللي موجود في السوق ونحاول نملاه. يعني درسنا الفكرة ودرسنا المنتج، خلينا نقول لك يمكن أخذنا أكثر من سنة نخطط ونشوف ونعمل المنتج. الفكرة بكل أمان ما كانت مخطط لها تكون بهذا الحجم. الفكرة كانت مجرد نفتح مطعم يمكن يوفر لنا دخل إضافي إلى جانب وظائفنا إحنا كشركة، ما كان لها أي مخطط. كانت في صعوبات في مثلاً البيانات اللي موجودة في السوق، ما عرفنا نبني. قررنا واخذنا المطعم وفتحنا. من ثاني شهر الحمد لله بدأت تظهر بوادر، يعني إنه إن شاء الله الفكرة هذه بدأت تلاقي قبول عند الناس. في الشهر الثاني أخذنا قرار نحن نتوسع في نفس الفرع. ففي نفس الفرع كبرنا، أخذنا المحل اللي جنبنا كبرنا الفرع وبدأنا نشتغل على يعني ضبط الأمور التشغيلية. طبعاً ما في خبرة في مجال المطاعم أو أي شيء، نتعلم يوم ليوم، غلطنا 1,000,000,000 غلطة يعني. الحمد لله وصلنا، أخذنا السنة أو سنتين الأولى في يعني تأسيس القاعدة التشغيلية للشركة. في الوقت هذا كان القرار إنه هلأ أتفرغ وأترك عملي وخلاص على حجم الفكرة هذه. وفارس واحد من الناس اللي كان يزورنا في البدايات وكان يقول لي لازم أترك عملي. فالحمد لله يمكن أخذنا 3 شهور، يعني أخذنا 3 شهور، يعني أنا شغال في الصباح في عملي وفي الليل في المطعم لحد ما أخذت القرار وقررنا إنه قررت إنه أنا أتفرغ للوظيفة هذه أو للمجال هذا. بعد ما تفرغنا كان عندي تخوف إنه إحنا عندنا مطعم واحد وكونسبت واحد، وأنا الآن حياتي متعلقة أو دخلي أو مستقبلي متعلق بهذا الكونسبت. فكان عندي توجه إنه إحنا نتوسع في أكثر من كونسبت. الشركة وقتها
كانوا يعني حابين او توجههم ان احنا نركز على سكشن بي وفقط سكشن بي، فاستاذنت منهم وقلت لهم يعني بفتح شركه ثانيه اجرب فيها كذا كونسبت ثانيه من غرض التنويع، تنويع الاستثمار وانك تشوف وتوزيع المخاطر. ففتحنا، فتحت المطاعم الثانيه اللي هو دوتس اللي هو محل الدونت، ثم باكو المطعم الاسيوي. واحد من الشركاء في نفس الشيء جاء او جلس وقال بيدخل في مجال القهوه، وما كان عندنا اي تصور او اي خبره او معرفه في مجال القهوه. فدخل هو مجموعه من الشباب برضو فتحوا شركه ثانيه، وفتحوا اللي هو كاب القهوه واشتغلت. بعد ما كاب ودوتس وباكو اثبتوا نفسهم في السنه او السنه ونص اللي فاتت هذه، في بدايه 2020 قررنا احنا في الشركه سكشن بي نستحوذ على كامل الكونسبت هذه ونضم شركه واحده، بحيث ان احنا نكون توجهنا واحد، عارفين كيف نتوسع، وشركه واحده نستخدم الموارد الموجوده عندنا افضل استخدام ونتوسع بافضل طريقه. بس ممتاز. طيب اسمح لي اعرج على نقطه انت ذكرتها، انه لما فتحتوا سكشن بي ما كنتوا تتوقعون هذا التوسع او الحجم اللي كنتوا تظهرون فيه. ايش السر اللي خلى سكشن بي على ما هو عليه اليوم مع انه ما كانت هذه التوقعات؟ ولا اعتقد ان الموضوع جامع صدفه. اول شيء توفيق ربنا، هذا اول شيء. بعد كذا اتوقع اللي احنا سويناه، احنا مجموعه من الشركاء، احنا 7 شركاء، اللي احنا سويناه اعطينا كل خطوه حقها، يعني ما اخذنا اي شركه ولا اختصرنا في اي شيء، سواء كان من منيو، سواء كان من اسم او من او 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 ديزاين او او مثل ملء ثغره او فيلينج اجاب في الماركت، اعطينا لكل شيء حق التسعير من البدايه للنهايه. اخذنا اكثر من سنه نعمل الكونسبت هذا، ما كنا نعرف انه والله الناس راح تفهم الشغل اللي احنا سويناه، ولكن وصلت الفكره للناس، الناس حبوا المنتج. قدمنا سكشن بي بشكل مختلف عن مطاعم البرجر في هذاك الوقت، اللي هي يمكن كانت تاخذ طابع الكاوبوي الامريكي او الكونتري الامريكي، قدمناه بطابع مثلا اوروبي مختلف، بديكور مختلف، بتجربه مختلفه تماما. وما كنا متوقعين الاقبال هذا، لكن الحمد لله اول ما شفنا الاقبال هذا بدانا نتحرك على اساس هذا الاقبال، بدانا نتحرك على اساس هذا الحجم، ونحترم الفكره هذه ونعطيها حقها ونتصرف على هذا الاساس. جميل. ممكن اجاوب عنك يا منصور كمان زياده شويه؟ شوف، هو ما كان متوقع النجاح هذا، لانه هو كان يمكن مخدوع بانه محلات البرجر مليانه وما في مجال انه واحد ينجح زياده، فنحن حيكون الماركت شير حقنا بسيط. ولكن في الواقع كان في نقص مره كبير في مطاعم البرجر، خاصه في جده. انا اتكلم المطاعم البرجر اللي تقدم البرجر بهذا المستوى النظيف واللذيذ والمميز. صحيح. الناس اقبلت عليه بشكل كبير جدا، لانه دراسته ما كانت مضبوطه كفايه انه عن حجم السوق وعن حجم الطلب اللي ممكن يكون على هذا النوع من البرجر. 100%. احنا اول تصميم صممنا عليه المحل، انا اقول لك انه ما كان في معلومات في السوق، يعني ما في ماركت داتا كفايه تبني عليها او تفهم، واحنا ما نفهم السوق، ما عارفين سوق المطاعم. اول تصميم وطاقه استيعابيه للمطعم اللي عملناها بعد ما فتحنا اكتشفنا انها تخدم بحد اقصى 20% من السوق، من الحجم الموجود من الديماند اللي عليه كنت. فاللي حصل انه كان في مشكله تشغيليه عندنا، كان تطلب البرجر تيك اوي مثلا، تطلب البرجر سفري تستلمه بعد 3 ساعات. هذه طاقتنا، ما هي مفتعله، هذه طاقتنا. الطلبات اللي عندنا اكثر من طاقتنا الاستيعابيه والتشغيليه. ففي خلال شهرين على طول تناقشنا او جارنا واخذنا المحل وتوسعنا. في قبل ما كملنا السنه كان سكشن بي ضعف الحجم، وبدأنا نتصرف انه لا، هذا مشروع يعني ممكن يكون امله او 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 البوتنشل حقه المتوقع افضل من اللي احنا خططنا له، وبدأنا نوظف ونتحرك على هذا الاساس. ممتاز. طيب استاذ فارس، في نقطه ذكرها الاستاذ منصور وشكرك عليها، اللي هي انه انت من اللي نصحتهم انه لازم يترك عمله. وهذا هاجس يشكل جزء كبير لدى رواد ورادات الاعمال اليوم، اللي يقول لك كيف اقدر اني اوافق بين عملي ومشروعي الخاص؟ هل هي مخاطرة أن الواحد يترك عمله ويتوجه إلى عمله الخاص؟ وما هي يعني البنود اللي توضح أنه أنت جاهز أنك تترك عملك وتتوجه إلى مجال التجارة؟ شكراً يا تركي أنك أنت وقفت عند النقطة هذه، لأنه طرحها بهذا الشكل قد يكون مضلل لكثير من الناس، أو يحسوا أنه نحن نقول لهم سيبوا وظائفكم وروحوا وقتكم مشاريعكم، وهذا أبداً ما هو القصد. كل واحد حسب حالته الخاصة. يعني أنا ممكن أشوف منصور أقول له سيب وظيفتك وركز، أنت يمكن أشوفك أقول لك لا خليك في وظيفتك يا ابن الناس. فهي تعتمد على كل شخص، ايش امكانياته وايش امكانيات مشروعه وفين واصل فيه وايش التزاماته هو شخصيه. يعني هذا يمكن من اكثر الاسئله اللي تجيني، انه انا
متى أسيب وظيفتي؟ هل أسيب الوظيفة؟ هل ما أسيب الوظيفة؟ هذا السؤال ما حد يقدر يجاوب عليه غيرك أنت. لأنه أنت الوحيد اللي تعرف التزاماتك. طيب وكيف أقدر أقيم؟ أنت كم مثلاً مصاريف مدارس عيالك؟ كم مصاريف؟ هل أنت سكنك إيجار؟ هل ملك؟ أنا ما أعرف هذه الإجابات هذه كلها. وما أعرف الجهة المقابلة أنت قد إيش ترغب في أخذ مخاطرة. يعني الريسك اللي you are willing to take قد إيش؟ يعني أنا ممكن مثلاً راتبي 50,000 أنا مستعد أنزل بالراتب 10,000 عادي وأسيب الشغل. في واحد غيري لا يقول لك أنا إذا ما كان 50,000 نفسها 50,000 أنا ما أبغى أسيب الشغل. فهو اللي يحدد. مو أنا اللي أقدر أقول له متى تسيب شغلك باعتماد على رغبته هو قد إيش يخاطر في حياته. أنا أقول لك تعليل ولكن تفضل مصطفى. كنت بتكمل نقطة. إيوه لا وبعدين هي نفس زي موضوع الدجاجة والبيضة. هل أسيب العمل الوظيفة عشان أركز على وأرجح مشروعي والهل إذا نجح مشروعي أسيب وظيفتي؟ أنا دائما أقول إذا نجح مشروعك وأنت في الوظيفة ليس أسيب الوظيفة. أنا ما شاء الله معك مشروع ماشي وما يحتاجك. فعلى الأغلب أنت لازم تسيب الوظيفة عشان تركز في مشروعك وتنجحه. ولكن أرجع أقول لك هي كيس باي كيس حالة بحالة ما في جواب عام لكل الموضوع ده. يعني بلسان فارس التركي رائد الأعمال هو من يقيم نفسه لترك العمل أو الاستمرار في المجال التجاري. طيب خليني بوجه لك سؤال أستاذ فارس. النجاحات المبهرة اللي سواها فطور فارس أنا متأكد أنه النجاح هذا ما جاء إلا وراه الكثير من الصعوبات والتحديات اللي أنت مريت فيها بشكل شخصي. تحدثنا عن أهم هذه التحديات والتجارب الصعبة اللي مريت فيها إلى ما وصلت اليوم. والله أشوف أول حاجة يعني يمكن أنت تشوفها نجاحات باهرة الناس تشوفها ولكن تأكد من رائد الأعمال والتاجر دائما يشوف نفسه يعني لسه ما وصل للمستوى اللي يبغاه. فيعني أنا بالنسبة لي أعتبر نفسي في بداية السلم ودائما الناس لما تقول لي أنصحنا ولا أقول لنا والله إني أستحي أقول يا صح أنا لي 7 سنوات في البزنس وعندي عدد فروع بس أنا ما زلت بتعلم ما زلت بتطور. كلنا مرينا بأغلاط وكلنا مرينا بمراحل تعلمنا فيها الأشياء كثيرة مرينا بصعوبات كثيرة. أتوقع قبل 7 سنين والآن يعني ما بتكلم زي العجائز والكبار في السن زمان كيف كان والآن كيف بس فعلا والله قبل 7 سنين يعني لا كان في منشآت ولا كان في أحد يهتم ويحط عينه على تطوير على الصعوبات اللي بتواجهنا. يعني كان استخراج سجل تجاري كان شغلة كاستخراج رخصة عمل فيلم هندي ما أي شيء تتخيله كان بصعوبة شديدة جدا. الآن وأنت في مكتبك في البيت على اللابتوب تقدر تنشئ شركة وتقدر تعمل عقد تأسيس وتطلع رخصة بلدية وتسوي كل الشهادة. فصحيح كان فيه صعوبات ولكن للأمانة يعني وتكلمنا يا مع الصعوبات ويا ما انتقدنا ويا ما جلسنا مع المسؤولين ولكن الآن بكل فخر نقدر نقول إنه الحمد لله كثير أشياء تطورت كثير أشياء تسهلت. ما وصلنا بالتأكيد ما وصلنا للمستوى اللي إحنا نبغاه كشباب أعمال ولكن ماشيين في الطريق الصح. كل الدوائر الحكومية بالتوجه الجديد للدولة والرؤية فعلا في دعم لتسهيل الأعمال حتى يعني المؤشر العالمي في سهولة البدء في الأعمال تطورنا فيه بنتحسن فيه. أعتقد نحن ماشيين في طريق الحمد لله. يعني الدولة جالسة تسوي أشياء جدا كبيرة لتسهيل العملية لرواد الأعمال وزي ما تفضلت اليوم أنت في بيتك في غضون دقائق تقدر تفتح سجل تجاري. لكن خلي أنتقل لك أستاذ منصور نفس السؤال لكن الأستاذ فارس زي ما تفضل أنه الآن عمليات الإجراءات الحكومية الحمد لله جدا سهلة لكن خلينا نتكلم عن الصعوبات اللي واجهتك شخصيا لتحقيق هذه النجاحات. أتوقع الفرق بين في الوقت وبين فارس يعني فترة ما هي يعني كبيرة أتوقع سنة أو سنتين. المشاكل أو اللي هي إجراءات التراخيص وإجراءات اللي هي التأسيس هذه كانت وقتها بنفس الصعوبات كاملة. في حاجتين بتكلم عنها. أول شيء إيش الأشياء اللي لو اليوم فتحت شركتي أنا راح أغيرها عن 7 سنوات. والأشياء اللي واجهتنا أول راح أتكلم عنها برضو. أول شيء الأشياء اللي واجهتنا كانت اللي قاله فارس التراخيص الاستقدام كانت كلها عمليات تاخذ وقت وتاخذ يعني او كان فيها عدم وضوح بالنسبه لرواد اعمال او ناس داخلين مشاريع جديده. الميزه الوحيده اللي احنا عملناها بصراحه انه الشركة كان عندهم ابروتش متفائل. المشاكل اللي جاتنا حاولنا
نستغلها لصالحنا. طبعا انا من الناس اللي انا خبرتي ماليه فشويه اشوف الامور سوداء في اغلب الاوقات، يعني ما اشوف النص اللي على الكاسه. فانا كنت من الجزء اللي دائما شايف انه هذه صعوبات ومشاكل، ولكن في يعني بعض الشركاء كانوا مصرين ان احنا نقلب اي شيء لصالحنا. اول شيء حصل، يعني اكبر شيء حصل، بلاش اول شيء، مشاكل صغيره صغيره، ولكن من اكبر الاشياء اللي حصلت انه الموظفين والاستخدام الملف حقنا ضاع. كنا في بدايه التقديم الاونلاين وضاع الملف حقنا اونلاين، وما احنا محصلينه لا اونلاين ولا ورقي. فتاخر افتتاح المطعم حوالي 9 شهور. تذكر 9 شهور احنا عندنا ايجار شغال وقاعدين ندفع ايجار وقاعدين بس ما عندنا عماله. كان يفتحوا ويكند بس ويكند ثاني. قعدنا مع الشركه ما فتح عندنا، قلنا اوكي عندنا محل جاهز، مطعم جاهز، ايش نسوي؟ نستنى لما تجي العماله. واحد من الشركه ممكن اقترح انه لا نروح احنا في الويكند ونشتغل بنفسنا احنا الشركه. قلنا اوكي، توقعنا ان الملف بيكون ضايع شهر او شهرين وبنكمل الحركه هذه شهر او شهرين. كملنا سنه كامله نفتح في الويكند فقط، يوم الجمعه فقط. على قد ما هذه كانت متعبه وعلى قد ما هذه كانت صعبه وعلى قد طبعا هي خساره ماليه كبيره، ولكن هذه كانت اكبر تسويق حصل لنا. صار لنا سوق يطلب البرجر قبل الجمعه ب4 اسابيع. انا ابغى برجر ما في والله عندنا، سولد اوت الجمعه الجايه. اوكي وصل الويتنج ليست عندنا 4 اسابيع، وما كانت مفتعله، كانت طبيعيه، كان هذا الواقع. يمكن هذه المشكله حصلت وكانت اكبر يعني شيء تسويقي حصل لنا. فالصعوبات الاولى دحين ما اتوقع موجوده في التاسيس وفي المعرض، والسوق اليوم صار فيه ناس اكثر وصار فيه مجال للمقارنه والدراسات وفي معلومات اكثر في السوق، وتقدر تجلس وفي منشآت وفي ندوات وفي اشياء كثير تقدر تفيد المستثمرين. الاشياء اللي انا من مثلا لو انه احنا اليوم فتحنا الشركه، احنا لما فتحنا ما حطينا اهداف استثماريه من الشركه، احنا فتحنا عندي الشغف نبغى نفتح مطعم، شفت الشركاء المناسبين وفتحنا المطعم، ما كان في اهداف استثماريه. يمكن بنينا الفكره بشكل ممتاز ولكن ما شفنا اكثر من انه احنا نبغى نشوف 3 شهور الجايه، ما نعرف ايش يصير بعدها. من المشاكل اللي كانت موجوده اول طبعا عدم خبرتنا في المجال، وطبعا في حجم انت بادئ بزنس صعب يعني تستقطب ولا توظف كفاءات عاليه، فتجلس تشوف وتحاول نفسك الليرنينج كيرف، تحاول وتغلط وتصلح وتحاول وتصلح. من الاشياء اللي صعبه جدا كانت بالنسبه لي هو قرار التفرغ، لكن انا ما حبيت اخذ ريسك بصراحه. استنيت المطعم 3 شهور وبعدين قلنا احنا ما كان عندنا اي فكره او اي نيه للتفرغ، احنا بنجيب الناس اللي مؤهله، الناس اهل الخبره في هذا المجال. جلسنا مع الشركه وكان في قناعه من كامل الشركه انه نحتاج شريك يدير الشركه، ما نحتاج موظف، نحتاج شريك يكون على راس العمل، وطبعا كان الانسب انا. فقلت لهم انا ما عندي مانع، انا عندي بس ما اقدر اخاطر في دخلي، يمكن راتبي ما يتحمل المطعم اليوم، ولكن ما اقدر اترك عملي واغير وظيفتي ومجالي وخبرتي وادخل لمجال جديد واخذ يعني اكثر من ضربه ماليه، تغيير مجال جديد، الله اعلم تكمل الفكره هذه السنه ولا لا. ووافقنا مع الشركه انه راتبي كما هو كنت اخذه في عملي السابق في شركه دلة بركه ننقله على سكشن، وكان قرار جدا صعب لانه المطعم ما لسه ما بخرجه يعني. الشركه كانت انا ومحاسب و9 موظفين، هذه كانت الشركه، وانا كنت مدير المطعم ومدير التنفيذي ومدير الموارد البشريه ومساعد المحاسب، نسوي كل شيء، ما عندنا 9 11 موظف. ولكن الحمد لله اخذنا هذا القرار وبدانا نشوف، بدانا نشتغل وبدانا ونكبر از نيدد، يعني كل ما نشوف ان نحتاج نوظف او نحتاج نخلق وظائف جديده في الشركه نوظف، ما وظفنا شيء مو احنا محتاجين له الى اليوم الحمد لله. جميل. طيب استاذ فارس، خليني نتكلم عن نقطه تشكل هاجس جدا كبير عند اصحاب المنشات اليوم. كثير منهم عندهم الايمان التام بالفكره والايمان بالمنتج اللي هو يقدمه والخدمات اللي هو يقدمها، لكن يقول انا عندي مشكله في موضوع الماركتنج، انا الناس ما هي قادره تعرفني. هو متاكد لو عرفوه الناس بشكل يعني بيصير عنده البومينج هذا. لكن خلينا نمسك الحلقه المفقوده، انه كيف يتم موضوع الماركتنج المناسب؟ وانا فاهم انه كل مجال طبعا له ماركتنج خاص فيه. شوف، هو اول شيء لازم الناس تعرف انه موضوع التسويق ما هو موضوع كده يعني يجي بالبركه، وكل شيء بالبركه اكيد بركه ضروريه، بس انه لازم يضع ميزانيه خاصه، لازم يكون له فريق خاص. يعني انت دحين مثلا
تجيب فريق للعمليات وتجيب فريق للمبيعات وتجيب فريق لأمورك المالية المحاسبية، لازم يكون في التسويق له جزء كبير ولا يقل أهمية عن أي قسم تاني من الأقسام اللي أنت شغال عليها. فما ينفع واحد يجي يقول والله أنا عملت بزنس وبعدين أنا أبغى فلان بس يساعدني كذا دعم من عنده يعلن لي، كيف الكلام؟ لازم تكون أنت مخصص ميزانية محددة. أوكي في أسعار غالية في بعض القنوات التسويقية، بس في أشياء ثانية معقولة يعني. والمسألة ما هي كلها والله بس أجيب مؤثر يعلن، في طرق كثيرة ثانية ممكن تكون أوفر وممكن تكون أنسب لك، ولكن لابد تخصيص ميزانية تسويق أول ما تعمل مشروعك. والله راح أستأجر المحل ده مثلا قيمته 100,000، هجيب معدات قيمتها كذا، هعمل حملة تسويقية قيمتها كذا. لازم تكون البند هذا لازم يكون موجود. ولا يعني كلنا شايفين في منتجات احيانا يعني او مشاريع ما هي مره رهيبه، بس التسويق يخدمها ويخليها تنتشر وتستمر وتنجح. فما يعني شركات زي حتى كوكاكولا مثلا الى اليوم تصرف ملايين على التسويق، لازم تكون always top of mind. ما هي التسويق ده ما هو شيء كذا بس كمالي، شيء اساسي في نجاح اي مشروع. ونشوف يعني كثير من البراندات العالميه زي ما تفضلت كوكاكولا او حتى ابل مثلا، رغم الانتشار الواسع لهم ولا زالوا يعلنون، نشوف يعني اعلاناتهم بشكل جدا كبير في كل مكان. هل ترى انه التسويق لا يقف عند مرحله معينه من مراحل المشروع؟ طبعا صحيح الكلام هذا، ودائما الرسائل تكون مختلفه ما تكون نفسها. في احيان انت بتعرف الناس على فكرتك وعلى مشروعك، بس في خلاص تنتقل المرحله اللي بعدها. يعني مثلا ما حد يصول عمري يقول والله فطور فارس كيف بدا وكيف انتشر كيف كذا وجات الفكره، لا حبيبي بعدين خش على اللي بعده. ايش رسالتك في المشروع ده؟ ايش المنتجاتك الجديده؟ كيف طرق العمل عندك؟ كيف الحفاظ على الجوده وعلى النظافه؟ في رسائل كثير تقدمها طول ما مشروعك مستمر. جميل جميل جدا. طيب استاذ منصور، خليني بنتقل لك في محورنا الثالث لهذا اليوم، اللي هو الخطط المستقبليه. اليوم نشوف النجاحات اللي حصلت ونرى في شركتكم أنه لا تقتصر فقط على سكشن بي، هناك العديد من المشاريع الأخرى، لكن ما هي الخطط المستقبلية اللي أنتم راسمينها عندكم في الشركة؟ كهدف للشركة أنه الشركة تكون من أكبر ومن أقوى الشركات في مجال المطاعم ومجال التغذية في المملكة العربية السعودية، إذا ما كان بشكل يعني بشكل ريجنال أو بشكل عالمي. اليوم احنا بدأنا، ويمكن ذكر نقطة فارس، انه اليوم انت بتشوف فراغات وتشوف جابس في الماركت تحاول تعبيها، تشوف حاجة في الماركت تحاول تجاوبها، واحيانا ممكن تخلق حاجة في الماركت. يعني لما بدأنا مثلا فكرة دوتس اللي هو محل الدونت، فتحناه قبل سنتين تقريبا، الناس كانت تقول ليش قاعد تفتح محل دونت؟ يعني موجودة في براندات عالمية، موجودة في فرانشايزز عالمية، لكن قلنا احنا زي ما موجود كان براندات عالميه في البرجر وتقدم الفرانشايز الموجوده وتقدم البرجر بكواليتي فرانشايز او كواليتي، لا احنا نبغى نرفع مستوى المنتج هذا ولو كان سوقه صغير، ولكنه راح يجي دوره. اتوقع السنه هذه او نهايه السنه اللي فاتت 2019 كانت هبه الدونت بشكل جدا كبير. احنا فاتحين السعوديه، احنا شفنا منتج في بوتنشل لم يتم تطويره في 30 40 سنه اللي فاتت في السعوديه، موجود زي ما هو، قلنا لا نجيبه ونشتغل عليه ونسويه. فاحنا قاعدين نشوف فراغات موجوده في الماركت، ممكن يكون فراغ كمنتج، ممكن يكون فراغ كفئه سعريه، ممكن تكون فراغ كتجربه نحاول نعبيها في الماركت. اليوم مثلا على سبيل المثال ما في مكان يناسب طلعه مو طلعت عشاء، ولكن طلعت تجربه في الليل مثلا عندنا في جده، والله راح نخلق مطعم ونبدا نجيب فكره مطعم تخدم الفئه هذه، للناس اللي تطلع مثلا ويكند، الناس اللي تطلع تغير جو او كذا. فالتوسع ما هو محدود عندنا في انه هو توسع البراندات الحاليه في كذا مدن. طبعا احنا سكشن بي توسعنا في اكثر من مدينه، احنا اليوم في جده وفي الرياض. كنا المخطط في شهر مي هذا نفتح فرع مكه، وقدر الله الحمد لله ان شاء الله بنفتح بعد الازمه. في نفس الوقت شغالين في الوقت هذا في الخبر، فرعنا تحت الانشاء باذن الله برضه نفتح بعد الازمه، يمكن نفتح مكه والخبر في نفس الوقت. وفي نفس الوقت شايفين فين الفرص للبراندات الثانيه ونتوسع، بحيث ان احنا نكون شركه سعوديه رائده في هذا المجال. اذا بدنا نتوسع ونصدر براندات، مع انه انا يعني اشوف انه السوق السعودي ما شاء الله تبارك الله من افضل الاسواق في الشرق الاوسط، ويكفي انه احنا
نمسك السوق هذا كويس ونعرف نشتغل ونخدم السوق هذا بشكل ممتاز وهذا كافي يعني. ممتاز. طيب فارس، تعريجا على كلام الأستاذ منصور، في لما تكلم عن موضوع التوسع أو موضوع سد الفراغات اللي موجودة في السوق، هل ممكن نرى فطور فارس يدخل في مجال الفرنشايز أو الامتياز التجاري؟ والله ممكن، خاصة مع الأشياء اللي يعني والتحفيز اللي بيسوي منشآت الآن، ولو إني أنا ماني من أصالة فرنشايز، ولكن ماني من أصالة في السعودية، ولكن أغير رأيي ممكن يعني إذا تغيرت الظروف. وخططكم المستقبليه لفطور فارس، انا متاكد انك زي ما تفضلت انت ما انت راضي على ما انت عليه الان، وهذا انت ماخذها من ناحيه يعني ايجابيه كتحفيز لك. انا سعيد باللي انا فيه طبعا، بالتاكيد انا سعيد وراضي جدا الحمد لله، ولكن يعني نطمح ان نكون اكبر ونكون افضل، نتمنى ان نكون اقرب للناس. الحين انا ما انزل اعلان في اي مكان الا يقول لي متى المدينه، متى الخبر، متى القصيم، دائما يجي السؤال هذا، فهذا بالعكس هذا هي الناس تبغانا، وفي قبول كبير ان شاء الله يكون اقرب للناس في السعوديه. اول شيء زي ما قال منصور، السوق عندنا قوي والناس من برا السعوديه بتجي يعني عندنا، لان الماركت عندنا ما شاء الله مره مميز. ولكن انا شخصيا عندي طموح انه ممكن يعني بعد سنه او بعد سنتين نعمل جوله استثماريه كذا ونضخ راس مال كبير في الشركه ونتواجد. هذا الحلم الدائم انه نحن نكون متواجد كبراند سعودي. انا احس ان احنا كسعوديين فشلنا كثير في تصدير البراندات حقتنا لبرا السعوديه، والاكل جزء من الثقافه يعني لابد من تصدير الثقافه حقه. هذا حتى منصوص عليه في الرؤيه ترى، انه تصدير المطاعم السعوديه والاكل السعودي لخارج السعوديه. اتمنى نكون في يوم من الايام موجودين في لندن، موجودين في نيويورك. طبعا انا ما اتخيل فطور فارس يكون زي ماكدونالدز ولا زي البيك كله حي، ولكن يعني فرق في لندن، فرق في نيويورك، لانه هذه مدن عالميه وفيها مطابخ من كل مكان، في ولها اقبال كبير. يعني مثلا لو رحت نيويورك او رحت لندن تلاقي كل انواع المطاعم اللي في العالم موجوده، وفي عليها اقبال وفيها لها ناسها ولها جمهورها، وهناك الناس تحب تجرب الاشياء الجديده وذائقتهم يعني متنوعه. فان شاء الله يكون يعني في يوم من الايام نفتخر انه هذا الاسم السعودي موجود خارج السعوديه. يا رب. طيب استاذ منصور، اليوم احنا نعيش في ازمه جائحه كورونا اللي باذن الله كلها ايام وقليله وتزيل ان شاء الله، وايضا نرى جهود جدا جباره من حكومتنا الرشيده، سواء كان على مستوى الحزم او المبادرات اللي تطلقها الحكومه. انتم عندكم في شركتكم كيف قدرتوا انكم يعني تتجاوزون ولو الجزء القليل من هذه الازمه والاستفاده من المبادرات الحكوميه؟ يعني ما اتوقع انه في احد قد كان جاهز للازمه بهذا الشكل وهذا الحجم صراحه، لكن عندنا سياسه في سياسه الاحتياطيات وسياسه ماليه بصراحه بنتبعها وبنحترمها في الشركه. الاحتياطات الماليه شيء مهم، ما كان في احتياط مالي للحكومه، ولكن كان في احتياط مالي دائم في الشركه لمواجهه اي ظرف باذن الله او استغلال اي فرصه استثماريه. التزمنا بنسبه الاحتياطات الماليه هذه غير النسبه النظاميه، نسبه داخليه عندنا في الشركه نسبه جدا عاليه. اليوم في حالة مثلاً في أرباح ما نقول والله مثلاً الأرباح هذه توزع بالكامل، ولا إحنا في عندنا شركة وفي سياسة نوزع نسبة بسيطة من أرباح إذا كان في أرباح، والباقي يجلس احتياطات سواء للتوسع أو لمواجهة أزمات زي اليوم. هل إحنا جاهزين 100% لو الأزمة تمتدد؟ ما أتوقع في أحد جاهز، ولكن إحنا قاعدين نأخذ قرار شهر بشهر. كل شهر بنجلس نشوف إيش الأوضاع، إيش المستجدات، إيش الجديد المستقبل أو إيش المستقبل القريب شايفين، ونأخذ القرارات على هذه المعطيات. اليوم كتخطيط مالي إحنا أول ما بدأت الأزمة افترضنا الأسوأ مالياً، خططنا للأسوأ مالياً، وشفنا كم عمر الشركة بتجلس، كم تستمر الشركة في دفع رواتبها والمستحقات اللي عليها قبل ما نبدأ نأخذ مثلاً قرارات فصل أو تسريح موظفين أو. واشتغلنا على هذا الأساس، خفضنا كامل التكاليف وحاولنا نتأقلم مع الموضوع مع الوضع بقدر الامكان. مثلا مطعم باكو هو مطعم مركز بنسبه 90% على خدمه الدانن او الاكل في المطعم. قلت اليوم ما عاد في اكل في المطعم، لا ابدا منيو مناسب للتيك اوي او الدليفري. قاعدين نتاقلم وقاعدين نشوف، ما نشتغل بالطاقه كامله، نشتغل بالطاقه المطلوبه، نستغل اليوم
بعض الموارد البشريه في غير من المطاعم، مثلا في عندنا ضغط في هذا المطعم نستغل حق المطعم هذا، وممكن نطلب كذا براند اليوم عن طريق اللي هو الدليفري سيرفيسز في في مثلا مدن غير جده، لو اضطرينا ان شاء الله ان احنا نحافظ نعدي الازمه هذه بس زي ما احنا من غير ممتاز. طيب فارس خليني بوجه لك نفس السؤال ان سمحت لي. نتكلم عن أزمة كورونا، كثير اليوم من رواد ورائدات الأعمال أو أصحاب المنشآت جالس يمر في نفس الأزمة اللي إحنا كنا نمر فيها، لكن ما هو عارف كيف يتصرف، أو خليني أصيغها بشكل ثاني، التفكير خارج الصندوق. والله شوف تركي، الأزمة اللي إحنا فيها أزمة ما حد مر عليها، لا نحن ولا أبهاتنا ولا أجدادنا، يعني ما أتوقع في آخر 300 سنة البلد قفلت بهذا الشكل، المساجد قفلت، ما تقدر تروح حتى الحرم ما تصلي فيه. فالوضع اللي حاصل استثنائي فعلا، يعني الناس لازم تستشعر هذا الشيء، ونحن امام مشكله كبيره وضغط رهيب. يمكن نحن في المطاعم بعضنا قلت مدخولاته 50% 80%، بعضنا 90% حتى، وبعضنا 100% قفل. في قطاعات مثلا زي النوادي الرياضيه زي الحلاقين، هذول 100%، يعني تخيل كيف تشتغل انت وزيرو انكم، ايش حتسوي؟ ولكن نحن نتمنى أن الموضوع ما يطول، يعني كل واحد فينا مخطط زي ما قال منصور للأسوأ، ولكن في ناس ممكن تستحمل شهر شهرين، في ناس 6 شهور، بس ما في حد يقدر يستمر على طول زي كذا، وما حد يقدر يستمر مدة طويلة بهذا الوضع. فالدولة ما قصرت، نزلت حزم كثيرة من الإصلاحات، ضغط شديد حتى على الدولة. الآن نحن كأصحاب أعمال لازم برضو نتحمل جزء من المشكلة، الموظفين لازم برضو يتحملوا جزء، أصحاب العقارات. أنا قلتها قبل كذا إنه هذه مشكلة عالمية، مشكلة كبيرة ما تقدر تلوم أحد فيها، ولكن عشان نخرج منها بأقل ضرر لازم كل واحد فينا يتحمل جزء. ومن الظلم إنه أنت تقول والله لازم الدولة هي تتحمل كل شيء، أو التاجر يتحمل كل شيء، أو المواطن يتحمل كل شيء، أو الموظفين يتحمل كل شيء، ما هو منطقي ولا هو ممكن. لازم كل واحد يتحمل جزء من المشكله، والعجله تستمر، والكل لازم يكون يعني مستوعب. نحن مشكلتنا احيانا ما احنا مستوعبين الضرر اللي حاصل او الاذى الحقيقي اللي سببته وجالسه تسببه كورونا في اقتصاد السعوديه واقتصاد العالم كله. ف يعني موضوع من الناحيه العمليه فعلا يعني يبغى له شغل ويبغى له تجهيز ويبغى له تضحيه، اما من ناحيه العقليه والمنتلي يعني هذا برضو جانب مره مهم، جانب النفسي، الواحد كيف يتعامل مع هذه الظروف، يتعامل مع هذه الازمه من الناحيه النفسيه. انا قبل ما اطلع معاكم واحد مرسل لي يقول لي يا براد انا تعبت، يقول لي انا عندي بزنس، انا شايف البزنس حقي بنهار، بحاول بعمل، انا ست ماني قادر انام. فهذا موضوع ثاني، هذا فعلا يبغى له يعني دعم نفسي، انه كيف الواحد يتذكر يعني الأساسيات في الحياة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، الأولويات، أهم شيء صحتك، يعني واحد يعمل ويسعى، ولكن في الأخير ما يحمل نفسه أكثر من ممكن. لا سمح الله واحد جاته جلطة، ولا واحد جاله سكر ولا ضغط، بعد ما تعدي الأزمة هذه يقول يعني يا ريتني ما سويت كذا في نفسي، يعني يا ريتني كنت عقلاني أكثر وقدرت منتلي أعدي المرحلة دي بهدوء وركازة. مهما سار في الحياة من ضغط، في الأخير الأمور حتمشي، بعد عمر طويل هاي كلنا حنروح في الأخير، الحياة حتمشي، لأنه كلنا الكرة الأرضية حتستمر زي ما هي، ما حتأثر شيء. فليش أنت تحمل نفسك وتحسس نفسك إنه خلاص هذه نهاية العالم؟ لا، العلاقة يعني التعامل مع الأزمة من الناحية النفسية ترى جدا جدا مهم. وبلا شك يعني زي ما تفضلت، التعامل مع الأزمة من ناحية النفسية بيكون له الأثر الإيجابي الكبير على البزنس نفسه. لكن خليني بعقب على نقطة أنت ذكرتها اللي هو موضوع الإغلاق، الآن يشكل هاجس كبير عند رواد الأعمال ورائدات الأعمال اليوم، اللي يقول أنا والله ماني قادر أني أتحمل هذه الأزمة، أنا بقفل نهائيا. رسالتك أو نصيحتك للناس اللي يحملون مثل هذا الفكر؟ شوف، هو في الأخير الواحد لازم يفكر ولازم يسعى ولازم يعني يجيب 100 حلول. شو مصور قال لك نحن عندنا المكان 90% جلسات، على طول فكر انه ايش نعمل منيو خاص للطلبات الخارجيه، يكون افضل، يكون اسهل. انا عندي كان كثير من الموظفين خلاص دائما ما عندهم شغل، ففكرنا في موضوع التوصيل، نوصل بنفسنا،
فتعالوا يا شباب انتوا اشتغلوا في التوصيل، صار دخلهم من التوصيل اعلى من دخلهم لما كانوا يشتغلوا في 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 داخل المطعم. فالواحد لازم يفكر باستمرار في حلول. وانا اتفهم انا ما ابغى يعني اعمل فيها انه انا اللي عندي الحلول كلها لا، في احيان ما في حلول، احيان مهما تسوي في طريقه احيان يكون مسدود. فانت لازم تحط لنفسك هدف انه انا والله ابغى ادعم المشروع، انه ما حد فينا مشروع يقفل، يعني هذا شيء جدا مؤلم. الناس يعني طول فكره انه والله مثلا التاجر هذا تاجر مستغل، التاجر مو كله تاجر كذا، في تجار معدومين يعني معدومين، فمؤلم جدا زي ما الموظف يقدر لا سمح الله ممكن يخسر وظيفته، مؤلم انه التاجر ممكن يخسر مشروعه ويخسر كل ثروته. فالقصد الموضوع انه حتى لو اذا وصلت لطريق مسدود في عدم ايجاد الحلول، انت لازم تحط لنفسك هدف، تقول والله انا ابغى مثلا حد عمل مشروع ب 100,000 200,000 300,000، تحط حد معين وقد ما تقدر انك توصل له. اذا ما قدرت خلاص، يعني في ناس اوفر له انه يقفل، في ناس اوفر له انه يعني ما يشغل المحل لانه التشغيل التكلفه بتديك خسائر اعلى. فالواحد لازم يكون عقلاني خلاص، في تايم في وقت، يعني يو نيد تو ليت جو على قولهم، خلاص لازم الاستسلام وانك انت تفكر في مشروع ثاني، تفكر ترجع اقوى بعد فتره. وهي طبيعه الحياه، يعني في ايام ازدهار وايام جميله وايام فيها دخل، وفي ايام صعبه وايام عجاف. صح، هذه سنه الحياه، ما في دوام الحال من المحال. صحيح، والتقييم يكون ذاتي، يعني زي ما تفضلت نفس نقطة اللي يترك عمله أو لا، يعني أنت خير من يقيم مشروعك في الاستمرارية. وفي مشاريع، خلينا نشوف، خلينا نتكلم بصراحة، في مشاريع ما كان فيها قيمة مضافة، في مشاريع ما هي بالقوة هذيك، ففي أزمات خلاص تفلتر على طول السوق، فأنت لا تكابر، يعني خش على اللي بعده. جميل، طيب سيد منصور خليني أنتقل لك في محورنا. احنا بنتكلم عن المجتمع، رائد الاعمال له الحق، او المجتمع عليه حق جدا كبير، وهو خلينا اقول لك من احد اسباب النجاح اليوم هو المجتمع. فلذلك رائد الاعمال يجب عليه انه يرد الدين للمجتمع عن طريق مبادرات اجتماعيه يقوم فيها. حدثنا عن اهم المبادرات اللي قدمتوها في شركتكم، وايضا ما هو الاثر العائد من هذه المبادرات. وانا اعرف أنه أنت شخصياً تقدم المبادرات ولا ترجو من وراها أي أثر، لكن إلا ما يكون فيه أثر بشكل غير مباشر. صراحة حقيقة أن إحنا يعني سواء في سكشن بي أو على مستوى الشركة ما قد سوقنا على أي مبادرة كنا فيها بصراحة. يمكن أول واحدة تسوق لنا فيها هي المبادرة الأخيرة، برضو جاءت عن طريق فارس، برضو كلمني وساهمنا في توفير الوجبات لموظفي القطاع العسكري الآن في فترة كورونا في جدة عن طريقنا، وفي الرياض كمان عملناها بدون تسويق، ولكن يمكن أثرها كان إحساسنا إنه إحنا قاعدين نأدي شيء أو نقوم بواجب علينا بصراحة. ساهمنا في بعض الجمعيات اللي هي ترعى، اللي هي مهتمة بالتوعية لأمراض السرطان، كمثلًا طرح منتجات كان دخلها يروح لهذه الجمعيات بالتنسيق معهم، كمان بدون تسويق مبالغ فيه أو بدون تسويق يذكر. صراحة إن أول ما تكلمنا أي جامعة أو أي جهة نشارك فيها خبرات، مش خبرات، نشارك فيها تجاربنا، نقول في المجال ما نتأخر عليهم لأن نحن نفهم، وأول ما يقولوا في جلسة مثلاً رواد أعمال أو محاضرة أو نشارك، نحن نشارك اللي صار معنا، ما عندنا الجواب في الصح والغلط، ولكن عندنا تجربة مرينا فيها، تجربة كانت جيدة جداً بحلوة مرة يعني الحمد لله. فدائما نحب نشارك ونوعي اللي جاي يعني ان شاء الله. ممتاز، طيب جميل جدا. قبل ان ننتقل الى موضوع الاسئله وفقره الاسئله، انا حاب اني استاذنكم منصور وفارس، التفاعل جدا كبير، فلو تكرمتوا اذنتوا ان نمدد في وقت اللقاء شوي. طيب ممكن اضيف بس حاجه على اللي قاله منصور على خدمه اتفضل. المجتمع تفضل. انا كده عندي اراء احيانا شويه كده، بالعكس افرح فيها، ولو ان عندك نفس الفكره اللي عند منصور، انت ما تحب انك تتكلم عن المبادرات الاجتماعيه. لا لا، لكن كويس تتمن. لا شوف، بس انا بقول حاجه يعني لما انت تسال مثلا الفوزان ولا الراشد تقول انت ايش قدمت للمجتمع، يعني اوكي هذا مقبول، يعني راجل ما شاء الله شغال سنين في البلد، والبلد يعني في اشياء كثير صارت يعني، ولكن يعني السؤال ده اوكي انا حسب يعني حقبله منك انا ومنصور، بس انه بس لا تسالوا، او هذا السؤال ترى ينسال مره كثير للشباب دوهم بادئين،
في البزنس حقه يقول له انت ايش قدمت بالمجتمع، يقول له انت اخذت من المجتمع. ايش اخذ من المجتمع؟ هذا الرجل لسه ما طلع شيء، مسكين ما شاف شيء من المجتمع. لا بس ما هذا رقم واحد. رقم اثنين سكشن بي وفطور فارس، يعني نتكلم عن مشاريع أيوة. يعني كبيره. لا لا عشان كذا قلت لك. لا لا بس انا قلت لك مقبول السؤال منك، بس انا اتكلم على الشباب الجداد. يا اخي الشاب الجديد اكبر خدمه يسويها للمجتمع انه هو اصلا موجود في هذا المجال في البزنس، انه هو وظف موظفين. هذا اكبر خدمه للمجتمع. يعني في الان القطاع الحكومه بتعتمد على القطاع الخاص بشكل مباشر في توظيف الشباب، تبقى القطاع الخاص يشيل عنها الحمل هذا كله. هو انه هو بيدفع تامينات، بيدفع فواتير كهرباء، انه هو بيستاجر، هو انه استاجر محل، هو كده بيدعم اقتصاد البلد، بيدعم العجله، هو كده حرك مثلا القطاع العقار. فمو شرط ترى انه والله انت ايش قدمت مبادرات. انا ممكن اجلس من الان لبكره اقول لك والله انا قدمت مبادرات القطاع الصحي، القطاع العسكري، رحنا والله سوينا مبادره مع في التبرع بالدم على المستشفيات، رحنا نظفنا الكورنيش، يعني في كثير مبادرات شاركنا فيها. بس لازم نفهم ترى انه مجرد انه انت في البزنس وسيرفايفنج وعايش وبتوظف شباب سعوديين يعني بتقدم خدمه جديده، بتطور من مستوى القطاع اللي انت فيه، هذه اكبر خدمه للمجتمع. صحيح بلا شك. وخليني اعرج على كلامك استاذ فارس، زي ما تفضلت صاحب المنشاه تواجده في السوق هي خدمه اجتماعيه بلا شك، لكن احيانا هو ليس يشترط عليك انك تقدم خدمات، ولكنه امر حميد في حال قدمت. وما شاء الله يعني نتكلم عن منصور وفارس اللي يقدمون الخدمات الاجتماعيه هذه ولا احد يعرف عنها، فهي فعلا طالعه من صميم القلب ولا يرجون من وراها. لا لا فعلا شوف، احيانا الناس يعني حتى اذا اخذناها من ناحيه تسويقيه الناس تبغى تعرف انت ايش بتقدم. فيعني يمكن انا اختلف مع منصور شويه انه انت لازم تبرز دورك في الاجتماع. في ناس مهما كانت يا اخي مو كل الناس تحبك وفهمات، في ناس بتشكك انت في دورك وفي ايش بتسوي، فلا بد انك تورينا انه والله ترى احنا وقفنا مع هذه الجمعيه، احنا استضفنا هذه الجمعيه. فالناس يعني حتى عاطفيا حتى يعني حتكون معاك بشكل اقوى. او هذه جاتك النصيحه يا منصور. طيب خلينا ننتقل معكم لفقرة الأسئلة والأجوبة بإذن الله. زي ما ذكرنا في بداية اللقاء تفضلوا بطرح أسئلتكم في نفس التغريدة اللي عليها اللايف في حساب مركز دعم المنشآت في الرياض SSC_RUH. بداية خليني أوجه سؤال لك أستاذ فارس من الأستاذ صالح، يقول ودنا نسأل أستاذ فارس إذا كان كونسبت فطور فارس يود أن يدخل داخل المجمعات التجارية أو المولات، وما هي خططكم التوسعية؟ أشكركم على هذا اللقاء. تفضل. طب أنا هحاول أجاوب مرة بسرعة عشان نقدر نأخذ أكبر عدد من الأسئلة. المجمعات التجارية فكرنا فيها، ولكن أغلب السعوديين والمقيمين دائما في السعودية يتجهوا للمولات على الأغلب، على الأغلب بعد العصر بعد المغرب الزحمة أغلبها في العشاء. نادر يمكن عندنا في جدة ريد سي مول يمكن الاستثناء الوحيد انه يكون في حركه في الصباح، فعشان كذا ما احنا متحمسين مره نتواجد في مولات التجاري. يمكن في المستقبل بس حاليا لا. ممكن نشوف فطور فارس اكسبرس مثلا؟ ما هو في الخطه. لا ممتاز ممتاز جميل. طيب سؤال من الاخ عبد الله موجه لك استاذ منصور، يقول هل تنوع الاصناف وكثرتها مضره في اختيار العميل ومضره في المطعم؟ من وجهة نظرنا نعم. اليوم العميل يتوقع اليوم العرض اللي موجود في السوق مطاعم بكافة تخصصات بكافة كذا، ما هو شطار انه انا احط في المنيو عندي 40 ايتم وكلها مثلا لو قلنا بالقيم والارقام كلها تاخذ 6-7 من 10. انا لو عندي 10 او 5 اصناف في المنيو تاخذ 8 من 10 وانت طالع، افضل عندي من 40-50 ايتم. كمان في التحكم في التكاليف، التحكم في الادارة، الصنف الواحد تضيفه في المنيو التشغيل اللي وراه كابوس. فاليوم كل ما كان المنيو مختصر وواضح والهدف منه واضح، أنا في وجهة نظري يكون أقوى. ممتاز. طيب جميل. أيضا عندي سؤال لك فارس، يقول طبعا السؤال على شقين، يقول كيف يتم تحديد الأسعار في المنيو؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني والشق الثاني من السؤال يقول هل ترى أن الأسعار لابد أن تتغير بعد الظروف الحالية؟ الأسعار تتحدد بناء على حاجتين أساسية، سعر التكلفة حقت المنتج بالإضافة إلى الربح اللي أنت تبغاه أو تقرره. وتكلفة المنتج مو تشمل بس المنتج نفسه،
تشمل كل الأشياء المباشرة والغير مباشرة اللي هو تكلفة الإهلاك كل الأشياء بالتفاصيل هذه. هذا اللي يحدد سعر المنتج وشريحتك المستهدفة طبعاً. الأسعار كل الشركات في العالم دائماً يتراجع أسعارها بشكل دوري سواء عشان تواجه الأزمات أو تواجه تغيير الأسعار في المواد الأولية. يعني الموضوع مراجعة الأسعار هذا شيء دوري دائماً. ممتاز. طيب أستاذ أستاذ منصور، سؤال موجه لك من الأخت نورة، تقول مع قرار رفع قيمة الضريبة المضافة، ما هو التأثير المتوقع منه؟ وهل سيتم زيادة الأسعار أم خفضها لتتناسب مع القرارات الصادرة من وزارة المالية، حيث أن المستهلك النهائي من المتوقع أن يقلل من مصاريفه الاعتيادية؟ يمكن يعني ما درسنا لسه الموضوع بشكل مفصل إحنا داخلين الشركة، ولكن مبدئيا في عندنا ثلاثة مشاكل أو ثلاثة نقاط ممكن عليها تخص القيمة المضافة. الأول هو رفع القيمة المضافة، هذا بيحدد من حجم الطلب في السوق بنسبة معينة. الشيء الثاني في هذا الوقت بالذات مع يعني في ارتفاع في أسعار المواد الخام عالميا، في نقص في المواد الخام عالميا، فإحنا مثلا كأصحاب مطاعم تكون عندنا مشكلة من الجهتين، الضريبة هذه وفي نفس الوقت ارتفاع أسعار المواد الخام. الحل اللي إحنا قاعدين نشوفه أنه اليوم يمكن هذا يؤدي إلى يعني اليوم لو إحنا ما مررنا هذه التكاليف نهائيا أو بشكل كامل للمستهلك وامتصينا جزء منها، أتوقع سوق التغذية أو سوق المطاعم راح يتغير شكله في المستقبل. اللي أول كان يقول لك المطاعم 30% سعر المنتج، 30% مصاريف أخرى، و 30% ربح. أتوقع في المستقبل القريب المعادلة هذه راح تختلف، وراح يصير الجديد هو مثلاً 30% 50% 20% مثلاً. ولو كانت أصلاً المطاعم بتحقق 30 الأخير، اليوم أنت تشتغل على هاي السنة تحقق 20% أرباح، أتوقع في الفترة الجاية ما راح تكون الأمور بالمنظر هذا. أتوقع لازم نتعايش إنه ربحية المطاعم راح تصير أقل بشكل ملحوظ. طبعاً في ناس راح ترفع وفي ناس راح تضيف القيمة للمستهلك وفي ناس راح تحاول تمتص. لسه قاعدين ندرس كامل معطيات النقاط هذه ونحدد إحنا الاستراتيجية اللي نأخذها أو السياسة اللي نأخذها. ممتاز. طيب أستاذ منصور، عندي سؤال من الأخت أستاذ فارس، عندي سؤال من الأخت نوف، يمكن أنت تكلمت عن النقطة هذه، لكن هي تقول متى نتوقع نشوف فطور فارس في المدينة المنورة، وأيضا تقول سكشن بي، فبرجع لك أستاذ منصور. إن شاء الله إن شاء الله، خلينا بس نعدي الأزمة دي على خير بس. ونفس الكلام يا منصور، يعني كانت الخطة في نهاية السنة هذه، ولكن برضو إن شاء الله يعني في الخطة المدينة من أكبر مدن المملكة اللي إحنا مستهدفينها وإن شاء الله نكون فيها، كل تأخيره فيها خير إن شاء الله يا رب. لكن إن شاء الله يا رب. طيب فارس، عندي سؤال من محمد، يقول فطور فارس هو مركز على الفترة الصباحية، ما تشوف أنه هذا الموضوع يسبب تقلص لأعداد الزبائن المتواجدة عندك في المطعم؟ السؤال جميل والله. أنا مؤمن تماماً إنه ما في مشروع يخدم كل الناس في كل الوقت، ودائماً النجاح في التخصص، النجاح في التخصص. مثلاً ما ينفع تقول مثلاً ليش باسكن روبنز بس يقدم سكريم، طب أنت لو قدمت معها شوية مناقيش ما يزبط وضعك برضو أفضل عشان تجمع مالح وحلو، ما تجي كده. هي هو باسكن روبنز شهر لأنه هو محل سكريم، تمام؟ ما ينفع تقول افتح في الصباح اقدم منتجات شويه مختلفه. فطور فارس من اكبر اسباب نجاحه مع توفيق الله سبحانه وتعالى انه هو متخصص في الفطور، الناس عرفته في الفطور، كسب هذه الشريحه. تبغى تقول والله انا استغل المحل في الليل، طب المحلات اللي بتقدم غدا تستغل المحل في الفطور، يعني ما في احد شغال 24 ساعه، فهو كل واحد ياخذ رزقه في الوقت اللي مكتوب له ويستغله قد ما يقدر. جميل. طيب أنا عندي سؤال من الأستاذ مشاري، موجه لك أخوي منصور، يقول أين دور المصممين السعوديين في التصميم الداخلي لكل مطعم؟ وخليني ممكن أضيف على هذا السؤال، اليوم نشوف الديزاين الجميل جداً في سكشن بي، ولا يهون الديزاين الموجود في فطور فارس. آلية اختيار التصميم المناسب للمطعم كيف تكون؟ تصميم مناسب، بناء الفكرة اليوم من أهم أسباب أو أسباب يعني التوفيق أو النجاح مشروع. اليوم ما أقدر أقول والله المطعم اللي في بالي هذا أبغى أحط الديكور اللي يعجبني هذا
او اسميه الاسم اللي انا مناسبني. لا في اشياء كثير، 5-6 مثلا عناصر تتم كلها تنسيقها مع بعض في فتره البناء: الاسم، المنتج، الموقع، الديزاين، السعر، المنيو. هذه كلها تركب مع بعض، ما في شيء يشتغل لوحده وتقول لا بركب عليه ديزاين وبركب عليه. لا كلها تمشي مع بعض. اليوم احنا البوزيشننج البرودكت او البراند بوزيشننج، انت تشوف المنتج حقك فين تبغى، ايش قاعد يبيع اليوم. سكشن بي مثلا في البدايه كان الناس تقول مثلا الكراسي غير مريحه، كراسي غير مريحه، انا ما اقدر احط في سكشن بي كراسي مريحه، انا مكاني كان صغير وما ابغى مثلا انه فتره خدمه الطاوله تزيد عن ساعه مثلا، فلو حطيت كراسي مريحه انا بخسر كثير. مثلا في باكو مثلا الناس كانت تقول ما في قهوه، برضو في نفس المشكله كانت انه لو اضفت القهوه انا بخسر. ففي تركيب الكونسبت بناء الفكره يبدا من دي 1 اليوم. اليوم انا سكشن بي بصراحه صممنا سكشن بي مع مصممه سعوديه، هي كانت يعني اختي اللي صممت سكشن بي اول ما بدانا. بعد كذا لما زادت الكونسبت او لما زادت المطاعم الحمد لله توجهنا الى 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 شركات تصميم عندها القدره ان هي تسلمنا ملف كامل للتنفيذ، جاهز للتنفيذ، فيه جميع الموردين الاثاث، في جميع التوصيف كامل ونقيب. يمكن لما بدانا تعاقدنا مع شركه، هي شركه خليجيه ما هي سعوديه، ولكن هي شركه خليجيه، كانت يمكن ما عرفنا نوصل لهذا النوع لرفع الافشنسي. انا اخذ ديزاين كامل ينفذ مع مقاول سعودي كامل من غير ما يرجع للمالك، من فين نجيب هذا ومن فين نجيب هذا. فيمكن ما زلنا احنا بنحاول نتعاون ونشوف مصممين سعوديين. دوس اكشلي صممناه مع مكتب سعودي، وقاعدين نجرب ونشوف مكتب مميز نكمل معاه ان شاء الله. ترى انا ومنصور جربنا مصممين ومقاولين سعوديين وطلعوا تعبانين، ورطنا معاهم وبعضهم كانوا ممتازين واستمرينا معاهم. يعني الشغله فيها وهي الواحد يركز اكثر. اوكي ممتاز. طيب انا اسمح لي فارس، انا صراحه تجيني اسئله كثيره على موضوع الوضع الراهن من القيمه المضافه، فمضطر اني اسالك ونشوف نصيحتك في هذا الجانب. يقول ما هي المبادرات او عفوا يقول مع ارتفاع ضريبه القيمه المضافه ما اثرها على قطاع المطاعم والتغذيه، وما الذي ينصح به الاستاذ فارس؟ خلاص جواب منصور بالتفصيل ما شاء الله. لا اي يعني، لكن انا قلت لك شفت صراحه ترند كبير على هالسؤال هذا. اول حاجه، طيب اول شيء لازم نتكلم بواقعيه وشفافيه. يعني الان اول شيء في بدل الغلاء انسحب، يعني في 25 مليار انسحبت من السوق. في الان ضريبه القيمه المضافه، يعني حترفع الاسعار ب 10%، فاللي كنت تشتريه ب 100 ريال حتشتري ب 110 الان، فالقوه الشرائيه قلت. ف موضوع مره بسيط، يعني هذا اللي صاير. التكلفه حتعلى، الاسعار حتغلى على الناس، حيكون في تحدي مع كل اصحاب الاعمال انه قوه الشرائيه قلت والتكلفه زادت عليك، ايش تسوي؟ يعني ما انت عارف لا ترفع اسعارك ولا انت عارف تنزل اسعارك، فكل شيء حيكون على المحك. داخلين على فتره يعني ضبابيه، يعني الواحد يبغى يشوف كيف يعني رده فعل المستهلك، رده فعل التجار. فاتوقع الفتره القادمه حيكون فيها يعني نوع كبير من التحديات ومن التعلم في نفس الوقت. ولكن الامور واضحه، يعني الضريبه زادت، الفلوس قلت، داخلين على فتره صعبه. ممتاز. انا وقتنا كذا شرف على الانتهاء او انتهى، وشكرا لكم على السماح في تمديد الوقت. التفاعل كان جدا كبير في الاسئله والاجوبه، فقلت نحاول ان ناخذ القدر الاكبر من الاسئله. شكرا لكم على تواجدكم اليوم في قهوه منشات. شكرا استاذ منصور قاضي، بكالوريوس في الماليه من جامعه الملك فهد، وشريك ورئيس تنفيذي لشركه اف ام تي والمالكه لسكشن بي برجر والعديد من الشركات. شكرا لك، شكرا لتلبيتك الدعوه. الله يخليك. وايضا شكرا لضيفي الثاني المهندس فارس التركي، بكالوريوس في الهندسه الصناعيه وماجستير في اداره الاعمال والمؤسس لفطور فارس. شكرا لك فارس، وشكرا لتواجدك معنا اليوم. الله يخليك، شكرا لك يا تركي، وشكرا لادارتك الجميله والراقيه للحوار. بالتوفيق لك، وشكرا لكل الحضور، وان شاء الله تكون ساعه كانت خفيفه عليهم وكان فيها استفاده باذن الله. الله يخليك، بالعكس.
استفدنا الشيء الكبير من إثراء بمعلومات جدا جميلة وقيمة من رائدين أعمال نفخ فيهم من شباب الوطن، وبإذن الله أن نحذو حذوهم في يوم من الأيام إن شاء الله. وأيضا الشكر موصول لجميع الحضور، شكرا لكم على تواجدكم، شكرا لتفاعلكم. بإذن الله مثل هذه اللقاءات وأيضا الدورات التدريبية راح تطرح بشكل يومي عبر حسابات التواصل الاجتماعي لمركز دعم المنشآت في الرياض SSC_RUH، حساب مركز دعم المنشآت في المدينة المنورة SSC_MAD. شكرا لكم، نراكم على خير.